طبيعة الانجذاب إلى الآخرين لماذا ننجذب إلى الآخرين وتطور العلاقات الشخصية ما هي السر في الانجذاب إلى الآخرين طبعا هناك أسباب متعددة إلى الانجذاب إلى الآخرين نذكر منها أولا المظهر الخارجي قد يكون فقط المظهر الخارجي الشكل الخارجي المظهر الخارجي نحن ننجذب للآخرين عادة وفق الهيئة التي يبدون عليها، فعندما يسرنا مظهر شخص معين تصبح لنا الرغبة في التعرف عليه أكثر وأكثر، فقط من خلال المظهر الخارجي، لكن في الحقيقة الصفة الشكلية تقل أهميتها مع الوقت، عندما نعرف المحتوى الداخلي، ما هو المحتوى الداخلي؟ لأن المحتوى الداخلي أهم من المظهر الخارجي، لكن في بعض الأحيان. تغر بعض الأشخاص آيش المظهر الخارجي الفائدة المتوقعة الفائدة المتوقعة سبب رئيسي للانجذاب الفائدة المتوقعة أحيانا تجدنا منجذبين لبعض الأشخاص بسبب شعورنا أن الارتباط بهم سيعود علينا بفائدة معينة يعني نتوقع أنه من خلال هذا الشخص ممكن نحقق فائدة شخصية أو فائدة مشتركة، أيضا الفكر والعقل قد يكون سبب الانجذاب إنه ايش في هناك فكر واحد في هناك عقلية واحدة في هناك مثلا تقارب في الأفكار في طريقة التفكير في طريقة الكلام في النبرة في طريقة التعبير. وهكذا إذا الفكر والعقل له دور في الانجذاب. التشابه ينجذب الأفراد إلى الآخرين لتشابههم سواء فكريا عاطفيا اجتماعيا ثقافيا أو الميول في الاتجاهات القيم العادات التقاليد أو قد تكون المواهب قد تكون العمر الواحد قد يكون الجنس. إذا التشابه سبب أساسي للانجذاب. نحن ننجذب عادة إلى الأشخاص الذين يشاركون نفس الميول، نفس المعتقدات، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس المواهب. إذا التشابه شيء أساسي. الاختلاف عكس التشابه، الاختلاف قد يكون سبب الانجذاب بين الأفراد هو الاختلاف في الصفات. طبعا ومن خلال هذا الاختلاف نكمل هذه الشخصية. في نقص معين في هناك مثلا جاب معين هذا الجاب يمكن سد هذه الفجوه من خلال التواصل اذا جدمنا الى الاخرين عقده النقص هذه يمكن ايش سدها وبالتالي تصبح شخصيه مكتمله الوحده المكانيه طبعا الوحده المكانيه لها دور اساسي في الانجذاب نتيجه لوجود اشخاص في مجتمع واحد في منظمه واحد في مستوى اداري واحد قد تكون الغربه الغربه لها دور في الانجذاب المكاني جماعه متغربين في منطقه معينه في بيئه معينه جديده تكون سبب للانجذاب الداخلي من قبل هؤلاء الافراد ايضا المنطق الحسن قد يكون سبب الانجذاب الى الاخرين لمجرد ايش حسن المنطق حسن التعامل حسن الالفاظ او سياسه التعامل الجيده التي تعبر عن وجود ود متقارب ود ومشاعر جيدة يمكن التعبير عنها بطريقة جيدة هاي, هاي المشاعر تأسر بعض القلوب وبالتالي تؤدي إلى إنجذاب الآخرين لبعضهم البعض. يقصد بمفهوم الذات مجموعة من الأفكار والمشاعر التي يكونها الفرد عن نفسه. طبعا هذا قد تكون هذا مختصر أو خلاصة لهذا الفصل. أن ما يقصد بالذات هي مجموعة من الافكار المشاعر التي يكونها الشخص او الفرد داخل نفسه ويريد ان يعبر عنها الى الاخرين ونظرا لاختلاف الافراد في شخصياتهم وخبراتهم فانهم ايضا يختلفون في المفهوم او في مفهوم التعبير عن ذواتهم الاشخاص يختلفون في طريقة التعبير سواء عن ذاتهم او عن اخرين او عن ايصال فكرة معينة قد تكون شخصيات تختلف في طريقة إيصال فكرة معينة الفكرة موجودة لكن لا يمكن إيش إيصال هذه الفكرة بالمعنى الصحيح أيضا عندنا تتكون الذات نتيجة خبرات الفرد في الحياة وتعامله مع الآخرين طبعا هي اكتساب كمهارة يعني الذات تتكون الذات نتيجة خبرات الفرد في الحياة وتعامله مع الآخرين كل ما زاد تعامله مع الآخرين كل ما اكتسب مهارة التعامل مع الآخرين لأنها تحتاج إلى مهارة عملية التعامل مع الآخرين تحتاج إلى مهارة معينة يختلف مفهوم الفرد عن ذاته باختلاف الكيفية التي يدرك بها نفسه طبعا كيف تعبر عن ذاتك بما تحمله من فكر ما يفهمه ما هو كما قلنا أنت كما ترى نفسك أو كما تحب ان يراك الاخرين اذن يختلف مفهوم الفرد عن ذاته باختلاف الكيفيه التي يدرك بها هذا الشخص نفسه او بتاثير البيئه الداخليه والخارجيه التي ينتمي اليها